3000 ليلة، فيلم يرصد معاناة الفلسطينيين من ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، والمخرجة تؤكد القصة حقيقية مستوحى من تجارب واقعية وقصص حقيقية. ماجدة موريس، لجنة تحكيم مهرجان الأقصر اتغيرت أكتر من مرة، والسبب الحالة الأمنية. اعتذارات متتالية وصلت إن احنا غيرنا لجنة التحكيم مرتين. لبنى عبد العزيز تتهم الجيل الجديد بالجري وراء الفلوس وعدم تقدير قيمة الفن. مش بس نملى جيوبنا فلوس ونقدم أي حاجة ويلا على الفيلم اللي جاي واللي وراه. عين الحسود تطارد غادة عبد الرازق وأحمد السقا ونضال الشافعي. حمادة هلال يعود بأغنية متغيرة. دي صورة أمي وهي لسه صغيرة، كفاك غيرك ده شك فيا وعليك ليه على طول عليا وجميلة ولا مشكلة. بعد تأجيلها أكتر من مرة، إجراء انتخابات نقابة السينمائيين في أجواء ساخنة جدا. في نهاية افتتاح حفل مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية والعربية، تم عرض فيلم 3000 ليلة، وأقيم ليه ندوة حضرتها الفنانة الفلسطينية أناهيت فياض ومخرجة الفيلم مي المصري. الفيلم تم تصويره بالكامل في الأردن، وأكد أبطاله أن الأحداث مستوحاة من قصص حقيقية وتجارب حقيقية في الواقع حصلت، واللي بتدور حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. تعالوا نشوف صناع فيلم 3000 ليلة قالوا إيه لكاميرا بالألوان الطبيعية. يا شادة تلعي تلعيون، انت ما بدي يحط عقله بغاسه؟ انت ما تعلم؟ ايش مكتوب حبيبتي؟ ايش مكتوب؟ ايش مكتوب؟ ايش مكتوب؟ ايش مكتوب؟ بيحكي فيلم 3000 ليلة قصة فتاة فلسطينية اسمها ليال، واللي بيتم اعتقالها من قبل الاحتلال الإسرائيلي عند أحد الحواجز. وبعد الاعتقال بتبدأ ليال في رحلة من المعاناة والصراع من أجل الصمود ضد الاحتلال. الفيلم بيرصد واقع مؤلم على الأراضي الفلسطينية. أنا بشتغل بالفيلم شخصية ريحان، واللي هي يعني واحدة من الأسيرات الفلسطينيات. المختلف فيها أنه هي يعني ما كتير بتشبه الحالة المثالية مثل بقية الأسيرات للمرأة الفلسطينية، هي يعني أضعفهن وعندها يعني بتتعاون شوي مع إدارة السجن، فهذا بيؤدي لأنه يعني ممكن يؤدي لنفور المتلقي من هيك شخصية. هذا اللي شدني فيها، وكنت حابة كتير أني أشتغلها وأقدر برر لها يعني الفعل تبعها. أول تجربة سينمائية، مش أنا عادة بشتغل تلفزيون، ففكرة أني أحضر الفيلم لأول مرة هون كتير كانت حلوة. الأقصر روعة يعني، وأنا نفسي كان كتير أكون هون من قبل، وهي كانت فرصة لطيفة. فيلم 3000 ليلة استمرار لتجربتي السينمائية الوثائقية والتسجيلية. هو فيلم إجا بعد بحث طويل، مستوحى من تجارب واقعية وقصص حقيقية للأسيرات الفلسطينيات بسجون الاحتلال. بيحكي قصة أستاذة مدرسة تعتقل وهي حامل وبتولد ابنها بسجن إسرائيلي. فحبيت ضوي من خلال الفيلم على المنحة الإنساني، على الصمود، على دور النساء اللي موجود حاليا، حتى موضوع الأسر. فيلم 3000 ليلة شارك بمهرجانات عالمية، عرض بتورونتو، بلندن، بأمريكا، بس هذا أول عرض بمصر بافتتاح مهرجان. بعد الفاصل، ماجدة موريس تكشف أسباب تغيير لجنة تحكيم مهرجان الأقصر. اعتذارات متتالية وصلت إن احنا غيرنا لجنة تحكيم مرتين. ولبنى عبد العزيز تتهم الجيل الجديد بالجري ورا الفلوس. مش بس نملى جيوبنا فلوس ونقدم أي حاجة ويلا على الفيلم اللي جاي واللي وراه. أكيد إقامة مهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية أكيد إقامته أمر أكيد مش سهل،
لأنه مر بالعديد من التحديات والصعوبات. وفي برنامجنا كنا مهتمين جدا نعرف إيه أهم الصعوبات اللي واجهت المهرجان السنة دي، علشان كده قابلنا الناقدة ماجدة موريس رئيس المهرجان، واللي قالت إن قلة الدعم كان أمر خطير جدا، واتكلمت كمان عن حاجات تانية كتير. تعالوا مع بعض نشوف قالت لنا إيه. الصعوبات تتمثل في ثلاث حاجات. نمرة واحد، إنك أنت تجد تمويل وتجد رعاة. المهرجان بتاعنا بيتعمل في أول السنة، وأول السنة ما بتكونش كل المؤسسات أعلنت عن خطتها لرعاية الأحداث الثقافية، دي حاجة. لكن حاجة تانية كمان، إنه أغلب المؤسسات اللي هي عندها يعني دخل مالي كبير ممكن إنها توجه منه جزء الأحداث الثقافية، بتفضل مثلا رعاية مباراة كرة القدم، ودي حاجة الحقيقة محتاجة لتوقف. لكن انت بتقدرش تقول لواحد عايز منه فلوس عشان خاطر يدعمك، لا يعني تعالى برضو ثقافة جميلة وثقافة كويسة، هيقول لك انه ماتش الكرة اهم. يعني هي مسألة الثقافة، وزارة الثقافة ودارة السياحة هم الداعم الرئيسي لنا، وفي هذا العام تحديدا كانت وزارة الثقافة هي الداعم الكبير. ولأنها فنانة جريئة وعندها وجهة نظر، هجمت لبنى عبد العزيز الجيل الجديد، وانتقدت كمان طريقته في التعامل مع الفن واللي بيعتبر من أهم روافد الإبداع. تعالوا نشوف لبنى عبد العزيز قالت إيه بكل صراحة لكاميرا البرنامج. الحقيقة في العالم كله كنت بحس إن الفنان له احترام كبير جدا، على أساس إنه مكرس حياته لدراسته وتحسين فنه وتقديم فنه لشعبه، ويرتفع بذوق هذا الشعب. وأتمنى إن إحنا نبتدي نفكر بإن مش بس نملى جيوبنا فلوس ونقدم أي حاجة ويلا على الفيلم اللي جاي واللي وراه، لأ، عايزين نعمل حاجة فنية تفيد البلد وتفيد الفن وتفيد المجتمع المصري والعربي وتفيد العالم كله، علشان يقبلنا سمعة إن مصر فيها فن عظيم، فن عريق. إحنا طول عمرنا أسياد الفن، يعني لو تشوف المتاحف وتشوف الفن اللي عليها، تشوف العمارة المصرية، تشوف الفن المصري العظيم، إزاي النهاردة نفقده بالطريقة دي؟ لازم نستعيده. الفن خمس أعمدة. أول ما ابتدوا يدوا الأوسكار سنة أظن ابتدت الفكرة سنة 29، أول ما ابتدوا يدوا الأوسكار كانوا بيفكروا في خمس جوانب: الكتابة، الإخراج، التصوير، التمثيل، والإنتاج. الإنتاج كان أهمهم، المنتج كان زي ام جي ام، زي الاستوديوهات الكبيره تلم تجيب احسن روايه واحسن مخرج احسن ممثلين احسن مصور. بعد الفاصل، اصابات بالجمله داخل الوسط الفني وانتخابات نقابه السينمائيين تمر بسلام. من الواضح ان عين الحسود بتطارد الفنانين، بدليل انه في الفترة الاخيرة اتعرض عدد من النجوم للاصابة باكثر من اصابة اثناء تصويرهم. والبداية كانت مع الفنانة غادة عبد الرازق اللي سقطت من على الموتوسيكل اثناء تصويرها مسلسل الخنكة، ونشرت غادة صورة عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، وعلقت غادة: وقعت في التصوير، كنت راكبه موتوسيكل ودي اصغر كدمه في جسمي، اتخيلوا، الحمد لله ربنا ستر. من اهم التعليقات اللي جت على الصوره: دي مش واقعه من موتوسيكل، دي واقعه من الدور 56. وفي تعليق تاني بيقول: سلامتك يا غاده وخلي بالك من نفسك. ومن الفنانين كمان اللي اتصابوا اثناء التصوير كان الفنان نضال الشافعي اللي اتعرض الحقيقه لكدمات في دراعه اثناء تصويره مشاهد الاكشن الخاصه بمسلسله الجديد شطرنج. المسلسل من تاليف حسام موسى والاخراج لمحمد حمدي والانتاج لمحمد فوزي، وبيشارك نضال البطوله
النجمة وفاء عامر ومادلين طبر وريم البارودي. كمان أصيب الفنان أحمد السقا مؤخرا في إيده الشمال أثناء تصوير مشاهده في فيلم من 30 سنة. فاز مسعد فودة بالتزكية كنقيب للسينمائيين، لكن انتخابات مجلس النقابة تم تأجيلها مرتين. المرة الأولى كانت بسبب وجود أعمال ترميم في نادي نقابة المهن التمثيلية واللي كان المفروض إنها تجرى فيها الانتخابات، أما المرة الثانية كانت بسبب أجواء الاحتفال بثورة 25 يناير. وبعد التأجيل مرتين تم إجراء الانتخابات أمس واللي حضرت الحقيقة فيها عدد كبير من المهمومين بصناعة السينما. تعالوا نشوف أجواء انتخابات السينمائيين كانت إيه من خلال كاميرا البرنامج. والله انا على طول باجي بحرص على الحضور لانتخابات النقابه، بس السنه دي بالنسبه لي سنه مختلفه لان انا مرشحه نفسي في عضويه مجلس اداره النقابه اول مره. الحقيقه يعني الفكره بتراودني بقالها فتره، والاصدقاء هم اللي شجعوني ان انا اقدم على الفعله دي يعني، وربنا الموفق ان شاء الله. الحقيقه يعني من الصبح في ناس بتيجي، اعتقد اكثرهم الموظفين عشان يلحقوا يرجعوا تاني لشغلهم، وفي كتير قوي كمان عندهم النهارده الاوردرات بدات بتاعت التصوير كلها عشان مسلسلات رمضان وكده، ففي كتير قوي جم قبل الاوردرات عشان يلحقوا يصوتوا قبل ما يمشوا. والحقيقه العلاقه لطيفه ما بين المتنافسين وبعضهم البعض، يعني مفيش مشاكل قوي، مفيش خناقات، مفيش الحاجات اللي بنشوفها لحد دلوقتي يعني، الحمد لله رب العالمين يعني. والله بصي انا عندي طموح كبير جدا جدا جدا، وعندي حاجات جدا انا مش عايزه اصرح بيها دلوقتي لان عشان ما بقاش عامله زي اللي بيوعدوا واحنا لسه ما عملناش. انما طبعا هو لازم يبقى في فكر جديد في النقابه، لازم ان كل شويه يتجدد الدم، لازم يبقى في افكار جديده كلها تخدم المهنه، سواء اللي طلعوا على المعاش او اللي لسه عاملين في المهنه بكافه المستويات وكافه المجالات. الحمد لله، والنهارده الناس ايه رغم الجو والمطر، فانا بقول الحب تحت المطر، جايين بقى حابين ان هم ينتخبوا المجلس وان شاء الله يطلع بالسلامه، لان تقريبا شبه متفرغ فرشحت نفسي، لان في حاجات عملناها من الدوره اللي فاتت عايزين نكملها بقى زي النادي وزي رفعنا المعاشات، في حاجات تانيه عايزين نعملها كتيره جدا المفروض تستمر عشان تنميه موارد النقابه، ودي اخطر حاجه عشان المعاشات والتامين الصحي بياخد كل شهر مبلغ كبير قوي، واحنا عندنا الوديعة يا دوبك يعني ما بتكفيش قوي، فبنكمل بالنسبة النسبي وبالحاجات الباقية يعني. ربنا يوفق يا رب الجميع، ويا رب دايما يا رب يبقى المجلس في الآخر الأحسن والأفضل، واللي هو فعلا عنده استعداد يقدم حاجة كويسة للمجلس، هو ده اللي أتمنى أنه هو ينجح بغض النظر بقى مين صحاب مين، لكن أتمنى أنه المجلس ينتقي الأفضل ليه. عدد المرشحين وصل ل 53، المفروض ننتخب منهم 12 يعني. أرجو أن احنا نوفق، طبعا هو صعب مش سهل، وارجو ونرجو ان نوفق، وارجو ان ال 12 اللي احنا ننتخبهم ينهضوا بالنقابه. كويسه جدا يعني، في نظام وفي ترتيب، الناس بتخش عارفين اماكنها فين ومفيش اي مشاكل الحمد لله. حضرتك مرشح النهارده نفسك؟ انا مترشح النهارده لعضويه النقابه مجلس النقابه. لا الحقيقه ده حاجات كتير، لما تخسر بقى اللي يعني يجي المجلس ويبتدي يشتغل ان شاء الله هقول له اقتراحات، لان عندي اقتراحات كتير لازم المجلس يتبناها، لكن الحقيقه لازم نقول للمجلس اللي فات شكرا، اديت ما عليك، والجديد ان شاء الله يكمل اللي انت بديته. انا شايف اقبال جميل جدا الحمد لله، وربنا يولي الاصلح زي ما بنقول، وده يمكن اكبر عدد نازل في تاريخ النقابه، حوالي 53 مرشح. اتمنى ان شاء الله اللي ربنا يوفقه هو اللي يفيد النقابه يعني. في نسبه كبيره من الشباب، رب ما هو دي سنه لازم يعني، الناس تيجي بدل ناس، وطبعا انا غيور شويه، كان نفسي انزل لولا الاتحاد، انما كلهم زملائنا، وانا بشكر المجلس القديم حقيقي تعب تماما، وفي 9 من المجلس القديم نزلوا في الانتخابات دي،
أتمنى التوفيق للي هيتفرغ ويشتغل في النقابة. احنا راح من عمرنا 4 سنين تعبنا وما شغلناش وقعدنا، فهي خدمة عامة، اللي عايز يشتغل أهلا بيه، وكلنا زملاء وإخوات، وتنتهي الانتخابات ونقول مبروك للناجح وهارد لك للي ربنا مش هيوفقه، وده أجمل شيء في إننا كلنا إخوات في بعض يعني. لا أنا خلاص انتخبت. قولي رأيك إيه النهاردة في الأجواء؟ والله لطيف، الناس كلها تبقى مهتمة بإنها تطلع مجلس نقابة مفيد، وان الاعداد دي كلها تبقى موجوده من بدري، ده شيء رائع يعني. انا بتمنى عليه بس انه ما يبقاش مجلس بيعمل لنا رحلات ويعالج الناس ويعلن لنا انه فلان توفى فهنعمل عزا في الحته الفلانيه. النقابه شغلتها او جزء من شغلتها انها تطور الصناعات، تشوف ازاي الصناعه تتقدم، ده اللي انا بتمنى من النقابه. ان جيت الحق اتمنى ازاي تعمل دورات للناس، ازاي تدرب الناس، ازاي تطور، ازاي تعمل اقتراحات للناس كلها عشان في الاخر يبقى في صناعه. والله مبدئيا زي ما حضرتك قلتي ده نقابه التمثيليين، فكأنه ده مكاني، كأني باجي عادي جدا. انما النهارده السبب اكتر من واحد يعني، بدايه كل المرشحين ما عشان ما بلغش نسبة كبيرة جدا من المرشحين كانوا زمايل ليا في المهنة. انني قبل ما ادخل تمثيل انا تربيت في المهنة دي، في المهنة السينمائية في مكتب الاستاذ يوسف شاهين الله يرحمه. بصي وانا مستغرب يعني، تخيلت انه العدد ما بيبقاش كثافة من اول انتخابات كده، انا جيت يمكن على 10 بعد بدايتها بساعة لقيت عدد ضخم جدا. فالحقيقة انا حاسس دي نتيجة ايجابية، وحاسس انه فيه اهتمام من السينمائيين اللي هم العاملين بالمهنه، يعني مش السينمائيين والتلفزيونيين، العاملين بالمهنه السنه دي. انا مش عارف يعني الحقيقه، يمكن حسوا بقيمه النقابه وحسوا باهميه النقابه، فده شيء ايجابي جدا وشيء مشجعني انه انا انزل. الحقيقه يعني مؤمن بحاجه، انه هذا العمل هو عمل خدمي وعمل تطوعي، فاذا كلنا عاملين في المهنه بما فيهم انتوا يعني، إذا أنت مش حاسة أن الشخص ده هيقدر يفيد وهيقدر يخدم، أنت أكيد مش هتديله صوتك مهما عمل ما عمل. فأنا الحقيقة كنت زهقت في أن أنا أعمل أي نوع من أنواع الدعاية، قلت اللي عايزني هيجي يديني صوته، واللي مش عايزني خلاص يعني هيبقى تشريف وتكليف ليا أنه أنا أتكلف من قبل زملائي، لكن مش ضروري أبدا أن أنا أقولك والله رشحيني أو اديني صوتك. لكن مهم قوي لو الواحد ربنا وفقه انه يساعد بجد الناس، وانه يتواجد بجد، وانه الشوكولاته والاقلام والحاجات دي تتوزع بعد كده، ما تتوزعش دلوقتي. فيعني انا طبعا ده نوع يعني، ده نوع من انواع الدعايه، ما نلومش على حد يعني. فيعني ربنا يوفق الجميع الحقيقه. والله انا رشحت نفسي بعد ما قعدت مع زمايلي، وانا من فتره طويله جدا في اهداف كتيره وفي ليا امنيات كتيره المفروض انها تتحقق في نقابه السينمائيين، منها طلبات الساده اعضاء الجمعيه العموميه، سواء كان البرنامج العلاجي او المشاكل اللي بتخش الصناعه نفسها يعني. فمش عايز اقول برنامج بعينه، ولكن انا يهمني حاجات كتير جدا تشجع على الانتاج مره تانية، لان الانتاج فعلا بيندثر والصناعه بتاعتنا بتتاخر وبترجع لورا. فانا مش عايز اقول شعارات واقول ان انا هعمل كذا وكذا للاعضاء، ولكن في مشاكل انا بمارس المهنه فعلا في السوق، وعارف ان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا لازم نحلها. يعني هو شيء يفرح طبعا ان نازل بدري مخصوص علشان الحق اجي بدري قبل الزحمه، فاكتشفت ان الناس كلها مهتمية، وزي ما انت شايفة كده الدنيا زحمة يعني، ولكن الحمد لله الامور ماشية بسلاسة، ومفيش عقبات، مفيش اصوات عالية، مفيش خلافات يعني. الجو ينبئ بتناغم ما بين اعضاء مجلس الادارة الجدد، وان شاء الله خير يعني. عندي امل كبير ان المجلس الجديد بقيادة النقيب مصعد فودة اللي فاز بالتزكية، انه باذن الله يعني يساهم بشكل حقيقي باعتباره أحد المؤسسات المسؤولة عن صناعة السينما في مصر، أنه يخرج هذه الصناعة من أزمتها وكبوتها اللي ممتدة بقالها أكتر من 10 سنوات أو أكتر. وبإذن الله عندي أمل كبير في طبيعة الناس اللي مترشحين، يعني ناس بعتقد أنهم عندهم رؤية، وعندهم رؤية للإصلاح
صناعة السينما وعندهم حلول، وبعتقد بإذن الله يتعاونوا مع بعض ويطلعوا لنا كده ويطلعوا لنا حلول جذرية لأزمة صناعة السينما بإذن الله. طلب مسعد فودة من المنتجين بإلغاء التصوير يوم الانتخابات، وده علشان يكون في نسبة إقبال كبيرة ويتم حسم مجلس النقابة. ومن أبرز الأسماء اللي اتنفذت في الانتخابات السنة دي كان المخرج عمرو عبدين، وكان رقمه 32، والمخرج كمان ياسر فتحي، والمخرج محمد الحملاوي، والمخرج حامد عيد، والمخرج أحمد صلاح سوني. كما البرنامج تبعت الانتخابات من البداية وصولاً للنهاية. تعالوا نشوف أعضاء المجلس اللي نجحوا قالوا لنا إيه بعد فوزهم. شهدت انتخابات مجلس نقابة المهن السينمائية حضورا كثيفا، وتم مد زمن التصويت ساعة، وبسبب أعمال الفرز تأخر إعلان نتيجة الانتخابات، والتي ظهرت الساعة 1 بعد منتصف ليلة إجراء الانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم، نعلن نتيجة انتخاب أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية. ونشكر أولا السادة أعضاء النقابة على الحضور الرائع اللي نتمنى نكون انتخاباتنا بنفس المستوى ده من الحضور. يعني عملية الفرز أسفرت عن الآتي: إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالكشوف ولهم حق التصويت في النقابة 3816 عضو. إجمالي عدد من أدلوا بأصواتهم 2341 صوت. عدد الأصوات الصحيحة 2135 صوت. عدد الأصوات الباطلة 206 صوت. حصل السادة المرشحين وعددهم كم واحد؟ 53 مرشح. على عكس كل التوقعات، استطاع السينمائيون أن يفرضوا إرادتهم في انتخابات مجلس نقابة السينمائيين، حيث فاز باكتساح غادة جبارة وعمر عبدين ومحمد النجار ومحسن التوني وأيمن أبو المكارم وأسامة غريب وإبراهيم أبو حطب وسامح سليم وعمر فاروق وفوزي العوامري ونبيل جوهر وعبد الحميد التونسي. طبعا مبسوط جدا لان الحمد لله ربنا وفقني، وده شرف ان انا ابقى موجود في مجلس النقابه بالشكل ده وبالفرح والعرس الجميل ده، وبشكر كل الجمعيه العموميه وعلى ثقتهم فيا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم باذن الله. ما كنتش متوقعه، بس انا مبسوط جدا للجمع الكبير اللي حصل ده النهارده، وأنا بعتبره عرس مهني، ويا ربنا يوفقنا إن شاء الله في خدمة المهنة والسينمائيين إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله، متوقع ثقتي مع الناس والجمعية العمومية، والحمد لله من كرم ربنا علينا، من فضل الله من فضل الله، وسوف نستكمل المشوار مع أعضاء الجمعية العمومية إن شاء الله. حماية صناعة المهنة إن شاء الله، حماية صناعة المهنة إن شاء الله، التلاتة وخدمة أعضائي بس صناعة المهنة. لا، ما حدش بيبقى متوقع يعني، بس مسؤولية إن شاء الله ربنا يقدرنا عليها يا رب إن شاء الله. أنا طبعا سعيدة جدا وبشكر أصدقائي وزملائي وتلامذتي. الحقيقة ما كنتش متوقعة يعني بصراحة، لا الحمد لله الحمد لله، متشكرة جدا ربنا يخليك. مبسوط جدا لأنه الحقيقة واضح إنه يعني حب الناس اكبر من اي شعور، وحقيقي انا مبسوط اكتر لانه فعلا من غير دعايه ومن غير اي حاجه الناس قولتني ثقه كبيره جدا يعني باصوات عاليه جدا، فانا بشكرهم. اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله المجلس ده شكله مختلف جدا والاسماء فيه حلوه جدا، فربنا يقدرنا نعمل حاجه كويسه. بعد غياب طرح الفنان حمادة هلال أغنيته الجديدة متغيرة، الأغنية من تأليف بهاء الدين محمد وألحان وتوزيع نور وإنتاج ميلودي. وقدرت الحقيقة الأغنية في أقل من أسبوع إنها تحقق نسبة مشاهدة عالية جدا، وصلت لنص مليون مشاهدة. من ناحية تانية، بدأ المطرب حمادة هلال التحضير لألبومه الجديد. تعالوا دلوقتي نشوف ونسمع متغيرة من الفنان الجميل حمادة هلال. وانا قلب اقول هو انت ليه متغيره دلوقتي، كل
حاجة متفسرة، كل ده علشان لقيت في جيبي صورة، دي صورة أمي وهي لسه صغيرة. على صوت الفنان الجميل حمادة هلال واغنيته الجديده متغيره هنختم حلقتنا، وما تنسوش ابعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالالوان اندرسكور الطبيعيه ادريمز، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديه دريم تي في. اشوفكم بكره ان شاء الله.